السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي. اليوم كما عودتكم دائما في الجديد، اليوم قررت أن نجاوب لكم على الأسئلة ديالكم بخصوص فران إتيمات. جاوني بزاف الأسئلة، اليوم قطيبت بها لطخ التفاح ومنها نجاوب لكم على الأسئلة باش نشوفوا داكشي عمليا. بالنسبة لطخ التفاح غتشوفوا الفيديو السابق راني حضرتها معكم، وهذا الفيديو قررت نخليته على جنب باش نجاوب على الاسئله، حيت الاسئله غتجيني طويل. اللي درت لاطاخ التفاح وجاوبت على الاسئله في وقت واجد. بسم الله على بركه الله. السؤال الاول، السؤال الاول كيقول عافاك هذوك الشريطات، عافاك هذوك الشريطات اللي كاينين فوق ديال التهويه اللي على جهه اليسار، واش عندك فيهم شي حاجه في الداخل صفراء ولا ما كاين والو؟ شوفي فران واش عندك في الوسط. طبعا ما عنديش، وريتو لكم هو خاوي ما كان مطيبه فيه والو، وريتو لكم في الفيديو ديال هاد اللي فيها السؤال هذا. طبعا كما قلت لكم خاصكم تشوفوا الفران إتيمات الاصلي اللي فيه هاد العلامه هذه. كتشوفوا هاد العلامه هذه، هذا تيغبو فار، هذا كيبين لك ان إتيمات الاصلي، يعني ما تاخذوش هذاك اللي كيكون في السوق اللي ماشي اصلي. سؤال اخر كيقول عافاك اختي واش ممكن تقولي لي شحال ديال الوقت نديرو فاش نبغي نطيب الخبز؟ باش بغيتي تطيبي الخبز الوقت ديالو خاصه تكون درجه الحراره 250 والوقت 45 دقيقه. طبعا باش تلحقيه وتدخليه خاص اللاطه اللي غديري فيها الخبز تكون سخونه، ويعني تكرس الخبز ديالك في برا، يعني في الطابله ولا في بلاصه اللي ولا في اللاطه ولا شي حاجه. ولكن ملي تبغي تدخلي الفران هذيك اللاطه اللي كتكون في الفران كتكون في الفران سخونه، كتخرجيها وكتحطي فيها الخبز وطيبيها كما كطيبي الخبز عاده، تطيبي من تحت وطيبي من الفوق وعلى درجه الحراره 250 و 45 دقيقه. عير باش ما تلصقش لكم الخبز في اللاطه، خاص اللاطه تكون سخونه، يعني ما تكرسوش في اللاطه ديال الفران، انما اللاطه ديال الفران تخليوها في الفران باش تسخن. سؤال اخر اختي انا شريتو اليوم ديال السيل، المشكل اللي لقيت ضروري تجاوبيني قبل ما نديرو من السيد انه ملي كنشعل كيطفى ويبدا يشعل دوك البولات اللي متحكمين في التحت والفوق وبجوج كل دقيقه يطفى ويشعل. اختي هانتي شوفي معايا، هاي البوله شاعله، هاي البوله شاعله، انا دايره 180 درجه، هاي البوله شاعله ديال التحت ولكن شويه غادي تطفى. لا طفات لي ملي طفى انا الحراره ديال 180 راه وصلت ليها، ما خصهاش تفوتها. ملي كطفى كتقول لك انا ما نفوتش الحراره 180، اما الا كانت كطفى وتشعل من الاول راه شوف راه ماشي اصليه، خص ضروري تبدليها. وكما قلت لكم العلامه الاصليه هذه تيغ بوفان هي العلامه الاصليه. شوف السؤال الثاني، سمحوا لي الثلاجه عندي كتهضر بزاف اكثر من القياس. سلام اختي، سلام اختي الله يجازيك، سلام اختي الله يجازيك بالخير. خديت الفران في بيم سلطان 60 لتر، منين كيسخن كيطفى ويشعل بوحدو، منين طلع الكيكه كتهبط حيت كيطفى عليها. الله اختي عصبني بزاف، شنو رايك؟ كما قلت لكم ما خصوش يبقى يطفى ويشعل ويطفى ويشعل. بالنسبه للكيكه، كيكه راه بحال بحال لاطخت. دابا انا دخلت لاطخت الفران ما نحلش عليها نهائيا، حيت اون فوا كتحلي عليها الفران كتهبط، خاصها تخليها وتشوفوها كنا هاد الضو هذا كطلع عليها كتشوفوها واش طالعه ولا لا. و 30 درجه راه كافيه ان طيب من التحت. البنات عافاكم ما تحلوش على الكيكه، والضو الا كان كيطفى وشعل من الاول راه خاسر، ما خاص يعني الحراره كتمشي، خاصك تكون حافظ على الحراره. يعني هاد الفران هذا ما لايقش ليك، سيري بدليه رجعيه ليهم.
السؤال الثاني، سلام اختي انا يلا شريتو، كيبقاو البولات يطفاو ويشعلو واش عادي؟ لا ماشي عادي، ما خصش يطفى ويشعل، خاصو يبقى شاعل تزيد درجة الحرارة وطفى، اما من الاول يطفى ويشعل لا ماشي عادي بدليه. سولتني على الطول والعرض، بالنسبة للطول والعرض انا جاوبتها اختي شحال فيه من الطول والعرض، راه قلت لها راه فيه 64 على 51، 64 على 51 يعني هنايا من هنا حتى لهنا 64 وهنايا 51 طبعا السنتيم. شنو السؤال الاخر؟ سمحوا لي نقلب على الاسئله. السؤال الاخر، السلام عليكم، شكرا على المعلومات القيمه، هل نستعملوا اول مره عادي او نشعلوا مده معينه لازاله المينو؟ طبعا خاصكم تشعلوا مده، تشعلوا حتى 30 دقيقه، تشعلوا العافيه من الفوق لتحت باش تحيد منك الرائحه ديال التصنيع عاد كيك تخدمي به. سؤال اخر، ملي كتسمعوا هذا الصوت هذا ديال الدقائق تتتتتن عرفوا انها راه خدامه، اون فوا كيكمل 30 دقيقه غادي يطفى بوحدو ويدير ليا ويصوني على اساس انه طفى. هادو من الاسئله اللي سولوني الناس عليهم، غير بالنسبه للبوله لقاو المشكل في البوله ولقاو المشكل في الحراره، واللي كل اللي عنده مشكل انه هو اصلا في التصنيع ديالو كاين شريطات محلولين من الفوق ولا خاصو يكون مغلف من الداخل، وغتعرفوا واحد الحاجه الضو مشاعج وكينطلعوا على هذيك العافيه اللي كتكون الفوق، هذوك من الفوق خاصو يكونوا لونهم احمر يعني كاين الحراره يعني، والتحت اللي خاصو يكون لونه احمر الا درتي العافيه من التحت يعني كاين الحرارة. كنتمنى أنني نكون جاوب على الأسئلة ديالكم، غادي شوية غادي نوريكم اللي غادي نطفي، غادي نوريكم إن شاء الله. بالنسبة للناس يسولوني على الفران إيتيماس، كما كتشوفوا درت 30 دقيقة، درجة الحرارة 180 وشعلت العافية اللي من تحت، في الأول خليتها تسخن فوق ولتحت، كتبان لكم الضو هنايا، شوفوا هنايا مزيان هو كيبان لكم الضوء، علاش كاين الضوء؟ لان الحراره هي كتطلع ل 180، ملي غتوصل ل 180 درجه بالضبط غادي تطفى باش ما تزادش الحراره من جديد. بالنسبه للاطاخ دخلتها غنشعل الضوء، شي بان لكم ها هو الضوء بحال هكا، ها هي من هنايا غتبان لكم، ملي غتبان لكم طالعه غتعرفوها راه صافي راه طابت من الفوق، هي اصلا 30 درجه كافيه انها غطيب، خاصها غطلع، مي غادي تطلع غادي نحيد هاد العلامه اللي هي لتحت هنايا، انها كطيب من العافيه من التحت، وغنديرها هنايا هاد العلامه اللي كطيب من الفوق، طبعا غادي هاد الزر هذا غادي ندورو حتى لهنايا باش تولي باش هي طيب من الفوق. بالنسبه لهاد الزر هذا راه العافيه بجوج، راه في الاول انا شعلتهم بجوج، ملي شعلتهم بجوج عطاني الضو في جوج بجوج، بالنسبه للدور ما تبقاش ديما شاعل، غتاخذ الحراره غادي يطفى. دابا غنوريكم ملي غتاخذ الحراره ديالتها باش ستابيليزا، ما تبقاش تقع الحراره حتى الفوق، ستابيليزا على 180 وتوقف. هذه الاسئله اللي كيسولوا عليها الناس بزاف، الا كتبقى تطفي وتشعل تطفي وتشعل، خذوا الماركه اللي كتباع فيه به الايتيمات اللي هي اصليه، ما تاخذوش الاخرى اللي غير الاصليه غتلقى فيها المشاكل، ما تاخذوهاش. ها نقلب دابا العافيه، درتها من الفوق كما كتشوفوا ها العلامه، ولكن ما شعلش ليا الضو، لان علاش ما شعلش ليا الضو؟ لانني حددت قبيله 180 درجه ولا عندي 180 درجه، كون زدت في درجه الحراره غادي تشعل ليا الضو، راني مازلتش في درجه الحراره، حسابت على نفس درجه الحراره، هادشي علاش ها هو طفى عندي. بالنسبه للكيكه هاي كما ولا لاطاخت ديالنا ها هي تنفخات صافي، وشعلت عليه دابا من الفوق، خاص غير يتحمر ليا من الفوق وغادي نخرجو 10 دقائق حتى 15 دقيقه كافيه.
كنتمنى نكون جاوبت على جميع الاسئله ديالكم بالديمونستراسيون اللي وريتها لكم مع لطقس ديال التفاح. شكرا لجميع المتابعين قناه تجربتي لاول مره يشوف هذا الفيديو، ما ينساش دير اشتراك ويضغط على علامه الزر الجرس بيوصلوا كل جديد، وما تنسونيش في اللايكات لكي يعم الفائده. نشر الفيديو وشكرا ودمتم سالمين.